صباح الخير متابعيني، صباح الخير متابعيني متابعين قناة فن ولعب. انا النهاردة عايزة اوريكو صاحبتي برضو فيروز عاملة ايه النهاردة. جايبة فلافل وجايبة بصارة وجايبة خضار مشكل معاها في العربية. زي ما انا قلتلكو هي بتقف دايما في منطقة سموحة، لان في ناس بيشتغلوا مثلا كتير ما عندهمش وقت ان هم يحضروا الحاجات دي كلها. هي ما شاء الله بتحضرها لنا المحاشي، وبتحضر الخضار، وبتحضر القلقاس والفراخ والسمبوسه والمخللات والملوخيه والكفته الرز والفراخ المشويه والفراخ اللي هي بتبقى متبله وانتي تعمليها على طول، والثوم والكفته والمحشي والكرنب والورق عنب وكل الحاجات الحلوه اللي انتوا شايفينها معانا دي. فما شاء الله عليها فيروز، بتوفر للناس اللي بتشتغل حاجات كتير قوي، وبتوفر لهم وقت كبير جدا بحيث ان تبقى كل حاجتهم جاهزة. فانا خدتكم جولة معايا دلوقتي في كل حاجة بتعملها فيروز. اسمعوا بقى كده الفيديو كمان، ده انا مسجله لكم هي بتتكلم عن حاجاتها. تمام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا نبتدي كده. هنا الفيديو بتاعنا من اول عند العسل كده. ده العسل، العسل ممتاز طبعا، كل اللي جربه ما شاء الله بيشكر فيه. دي البصاره، بطاطس، قلقاس، ورق عنب، ورق فريش اللي حابب، خضار مشكل، سمبوسك انواع، ممبار، حبيبه، ودي برطمانة الشطه بس لسه للاسف ما طلعتهاش، هطلعها دلوقتي. كفتة رز، كفتة شاوي اللي هي الكور والصوابع، دي موجودة ودي موجودة، وبانيه، وفي كوردون بلو كمان، ده الشيش. تمام، الطبق فيه خمس أسياخ، وده الكوردون بلو وده الشيش. تمام، هنا في آخر طبقين رنجة، دول في هنا كرنب ورق، في فراخ متبلة سليمة، وفي بني شاوي، وفي شاورما عندنا برضو ثلاث اطباق تقريبا، في ورق عنب، الكرنب خلص، في توم برضو، ده كده اخد كيس ملوخيه. معلش انا والله غصب عني مش بقدر اصور لكم الفيديو اول ما جه. دي كده المخللات، في كمان فلفل لو حد حابب فلفل مخلل. ببقى عايز اصور لكم بس الناس اول ما باجي على طول بتبقى يعني معايا وكده. فاصوليا وبسله وكوسه وبدنجان، و دول برضو بصور. تمام، هنا في طماطم، وفي خضرة القلقاس، وفي الثوم اللي هو المقشر الفصوص. يلا لو عايزين اي حاجة الدليفري موجود معايا، ابعتولي وانا معاك. وعلى فكرة في عندنا كمان عيش باللحمة، وفي عندنا كسكسي، دول الحاجات اللي هي المعجنات الموجودة. ده كده عيش باللحمة وكسكسي. يلا ابعتولي وانا معاك. سلام. شفتوا بقى حاجة فيروز حلوة ازاي؟ فيروز بصوا بتعمل الرنجة وبتعمل كل حاجة. قبل ما تنسى بس اعملوا لي اللايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان اوصلكوا كل جديد. في ناس بعتت لي مسج كتير عايزين يعرفوا فيروز بتقف فين. فيروز بتقف في سموحة قدام خير زمان، بوقفة دايما هناك من الساعة 2 للساعة 5. تمام، بتعمل كل الحاجات دي. هي عندها شقة موجودة في بيتها زيادة، الشقة دي فاضية، البنات معاها ما شاء الله عليهم نضاف جدا وشاطرين جدا، بيجيبوا الحاجة معاها من السوق من تحت اشرافها طبعا، وفي نفس الوقت الحاجة بتتنضف كويس وبتتعمل بطريقة نظيفة جدا، وعن تجربة طبعا، انا مش بقول كده وخلاص. وكل حاجاتها نظيفة وبتتعمل زي ما انتوا شايفين بالطريقة النظيفة دي، وبتشيلها معاها في عربيتها وهي تيجي تقف في منطقة سموحة من الساعة 2 للساعة 5. والأسعار عندها كويسة في متناول الجميع، والحاجات بتاعتها كلها نظيفة جدا. وأنا مجربة بصراحة يعني حاجات ياما من عندها، منين ما أنا ما بكون مش قادرة أن أنا أروح لها بتصل بها بالدليفري 10 دقايق بتوصلهولي. تمام، دي الحاجات كلها بتاعت فيروز زي ما انتوا شايفين كده، شكلها حلو ونضيفة جدا وتفتح النفس طبعا. اللي عايزة فلافل كمان لنفسها في بصارة، لنفسها في قلقاس، ولو القلقاس بيتعبك، والقلقاس طبعا انتوا عارفين مرهق للإيد. على فكرة شايفين المحل اللي في الوش ده، ده محل الحلاق بتاع محمد كمان اللي انا صورتلكوا مرة المحل ده من جوه.
هي واقفه خير زمان من هنا، ومحل كابيلي الحلاق اللي محمد بيروح عنده، وفي هنا بن سليمان في وشه كمان، عشان تبقوا انتوا عارفين ان في انهي حته في منطقه سموحه. اللي عاوز حتى رقم تليفونها يقولي في اي في المسج او في على الفيس، هتلاقوا الفيس بتاعي التيك توك بتاعي في اللمحه في القناه. وكل سنه وانتم طيبين.